حذر النائب التركماني السابق فوزي أكرم ترزي في تصريح لرشيد من صفقة سياسية لتحجيم دور التركمان في مؤسسات الدولة، مشددا على تعرض التركمان لعملية إقصاء متعمدة وواضحة. ليس بحق التركمان الإجحاف والتهميش والإقصاء بشكل مقصود أو غير مقصود ومن قبل أطراف معروفة لدى الجميع، بحيث القومية الأساسية الثالثة في العراق ليس لدي أي حقوق سواء في الأقليم أو في المركز. من المفترض أن يكون نائب رئيس أقليم من القومية التركمانية كوني ثاني قومية في الأقليم، أسوة بالأكراد الذين يتمتعون برئاسة الجمهورية في المركز منذ 2005 لحد يومنا هذا. يعني أصبح طابو حكر وراثة. لماذا حلال عليكم حرام علينا؟ لماذا يجوز لكم ولا يجوز لنا؟ نرى بأن هناك خطة وصفقة رخيصة خلف الكواليس خلف الأبواب المغلقة من أجل تحجيم وتهميش التركمان في كافة مؤسسات الدولة العراقية، سواء في الهيئات الرئاسة الثلاثة، في الوزارات الأمنية، في الوزارات السيادية، وفي الحقابل، وكذلك في الهيئات. لا نرى أي دور للتركمان. فلهذا ليس مثل ما تفضلت في بداية تقريرك لأنها تشريفي وليس له أي تأثير، وإنما كمعنوي لكي يحس التركمان ينال شرف المساهمة والمشاركة في بناء الدولة العراقية وفي العملية السياسية.